مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو والمصري صدقي صبحي بروتوكولا للتعاون العسكري بين مصر وروسيا في ختام الجلسة الأولى للجنة المشتركة للتعاون العسكري التقني. الوزيران اتفقا على إجراء مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط خلال هذا العام. مراسلنا أشرف الصباغ والتفاصيل. بروتوكول التعاون العسكري التقني بين موسكو والقاهرة توج مباحثات وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو ونظيره المصري صدق صبحي ليفتح الأبواب لتدشين علاقات استراتيجية يجري التحضير لها طوال العامين الأخيرين. إن توقيع بروتوكول التعاون العسكري التقني في غاية الأهمية من وجهة نظري، وهو أيضا خطوة إيجابية في تطوير العلاقات الروسية المصرية، لأنه يغطي فترة 40 عاما من التوقف عن التعاون العسكري بين موسكو والقاهرة. الجلسة الأولى للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري التقني التي انعقدت في موسكو أسفرت أيضا عن توقيع ملحق حول عمل اللجنة والمحضر النهائي لمجريات الجلسة، غير أن حجم الاتفاقات الأخرى يعد بالمزيد من تطوير العلاقات العسكرية سواء فيما يتعلق بالمناورات البحرية المشتركة في البحر المتوسط أو بمشاركة العسكريين المصريين كمراقبين في المناورات العسكرية على الأراضي الروسية، بينما يتحدث الجانب المصري عن تنويع مصادر السلاح. روسيا توجد ضمن أكبر مصدري السلاح في العالم، والأسلحة الروسية تتطابق والمعايير الدولية من حيث النوعية والأداء. وإذا كانت مصر تريد الآن تنويع مصادر السلاح وتتوجه إلى روسيا، فهذا أمر مهم وله آفاق جيدة. فعندما تقتصر علاقتك على مصدر واحد فقط للسلاح يصبح الأمر خطيرا، بينما تنويع المصادر يمنحك الحرية في سياستك الداخلية والخارجية. موسكو والقاهرة اتفقتا على الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي انطلاقا من مواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في الإرهاب والتطرف ومحاولات البعض الهيمنة للنيل من استقرارهما. مباحثات وزيري الدفاع الروسي والمصري في موسكو والبروتوكولات التي وقعتها اللجنة المشتركة للتعاون العسكري التقني بين روسيا ومصر يصفها الطرفان بأنها تدشن آفاقا جديدة لعلاقات استراتيجية في المجال العسكري التقني. أشرف الصباغ، RT.